ده كتير بجد. هذا القانون يحمي خصوصيات المواطنين ويحمي البيانات الشخصية، حماية البيانات الشخصية للمواطنين. انت عارف سعادتك، سلبيات السوشيال ميديا اكثر بكتير جدا من ايجابياتها. صحيح. الكثير من المواطنين تلاقيهم يروحوا يتقدموا ببلاغات عديدة، فالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتقتحم خصوصياتهم بشكل مختلف وبطرق مختلفة للأسف الشديد. ويمكن عاوز أقول لحضرتك معلومة بقى، احنا النهاردة يمكن أعلننا ده في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجريمة الإلكترونية زادت عن الجريمة الجنائية. عدد البلاغات اللي بتتلقاها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بصفة يومية دلوقتي من 60 ل 90 بلاغ، وأحيانا في بعض الأيام بتزيد عن 100. في من ضمن هذه البلاغات اقتحام، ألو؟ اه معاك يا احمد، بسمعك، سامعني يا اتفضل فندم؟ اتفضل. طبعا من اتفضل. ضمن هذه البلاغات اقتحام للأسف الشديد خصوصياتك، بياناتك تبقى متاحة للجميع. طبعا في مناقشة المواد هنوضح بقى، في مثلا انت برغبتك عاوز بياناتك تبقى متاحة للجميع وجميع الشركات، ودي حاجة ترجع لراحتك، ولكن خصوصياتك محدش يقتحمها، لأن زي ما قلت لحضرتك في البداية هذا المثلث إن شاء الله يكتمل بإيه بقى؟ بقانون المعاملات الإلكترونية والمعروف إعلاميا بالتجارة الإلكترونية، وده على فكرة بالمناسبة هيخش الشهر اللي جاي، اه لان نحن في حاجه ماسه الى الانتهاء من التشريعات الخاصه بالسوشيال ميديا. يا احمد بيه، امبارح اتفضل يا الرئيس فندم. كان بيتكلم، قال كلمه خطيره جدا اول امبارح. قال انه تقدمت التكنولوجيا ووسائل الاتصال والتواصل بشكل ونحن لم نكن جاهزين للتعامل معها. هو ده بقى اللي انتوا بتعملوه عشان نغطي الفجوه دي؟ الله ينور عليك، انت كده اختصرت يا باشا. احنا اولا كان لا كان يعني احنا انا بعترف وبقول ان احنا اتاخرنا شويه، ولكن احنا برلمان برضو جينا في وقت في اصعب مرحله سياسيه في تاريخ الحياه السياسيه المصريه. صحيح. ويمكن قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه، واللي دائما وابدا سياده الرئيس في يمكن في لقاءاته بنسمعه بيتحدث عن سلبيات السوشيال ميديا، لان انا زي ما قلت لحضرتك السلبيات اكثر من الايجابيات، وده واضح من البلاغات اللي بتتلقاها الاداره العامه للمعلومات والتوثيق بصفه يوميه. طبعا التشريعات اللي بتتنظم دلوقتي لاول مره يبقى عندنا في مصر تشريعات خاصه بالسوشيال ميديا. اه قانون حمايه البيانات الشخصيه من القوانين المهمه جدا. النهارده مثلا الكل بيسال وعمال يستفسر، طب ايه والمعاملات الالكترونيه والاعلانات الخاصه بالفيسبوك والاعلانات الوهميه اللي بتضر بالمواطنين وحمايه؟ لا يا فندم، احنا عندنا قانون خاص مش ملوش علاقه بحمايه البيانات الشخصيه. هو المعامله، بحب اوضح ده من منبر حضرتك اه المحترم، اتفضل يا فندم. ان قانون المعاملات الالكترونيه والمعروف اعلاميا بالتجاره الالكترونيه ده قانون لوحده خالص، ان هيضم ايضا حوالي 45 ماده. اما قانون حمايه البيانات الشخصيه يا فندم 49 ماده، واتمنى ان شاء الله باذن الله نعرض هذه المواد للمواطنين عشان يعرفوا ما عليهم، واتمنى من وسائل الاعلام المحترمه اللي زي حضرتك ان هي تعرض التفاصيل الكامله ان شاء الله مع بدايه مناقشه المواد الخاصه بهذا القانون. طيب انا اهم ابرز ما جاء في هذا القانون ومن الممكن ان يثير لغط في الشارع وتستغل من اهل الشر لإلقاء اضواء يعني معاكسة علينا، تقدر تقولها لي؟ هيقول لك، انا متوقع هيقولوا، هيقول لك خلاص ده هيبداوا يراقبوا المواطنين ويراقبوا صفحاتهم، وبالعكس احنا بنحمي بيانات المواطنين. ما هو خد بال حضرتك، الحق بيخلوه للاسف يعني بيعكسوه. فطبعا لا، احنا هنوضح ده. بالمناسبه انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، اتفضل وانت عارف انت اخ غالي وانا صريح واضح معاك، اتفضل. اقسم بالله هذا القانون وقانون وقانون تقنية المعلومات أيضا، هذه القوانين هي بتحمي بيانات المواطنين، حماية بتحميهم من بيانات الجريمة الإلكترونية. وأسرار وخصوصيات طبعا المواطنين. طبعا هو هيقدر، ده احنا بنحمي بياناتهم، بنحمي خصوصياتهم. انت عاوز بياناتك تبقى متاحه للجميع، اهلا وسهلا. مش عاوز، انت حضرتك بتتعرض يعني، حضرتك الاكونتات اللي للاسف الشديد انا عندي كام اكونت مستعار، وكم اكونت تم سرقته يا فندم، صحيح. كم الف، مئات الالاف من المواطنين اللي تم سرقه اكونتاتهم واقتحام خصوصياتهم خلال الفترات اللي فاتت، وانا مش بقول طب 10000. ست النائب، يعني حضرتك برضو معانا في نفس المجال، وكيف يمكن ان ننشر ثقافه الوعي الالكتروني والوعي التكنولوجي للناس؟ لانه ممكن الراجل يكون داخل على الابلكيشن وهو عمال يقول اكسبت، موافق موافق، ما هو مش عارف هو مضى على ايه مثلا. صحيح. ازاي انا انقل للناس ثقافه ووعي بحيث ان هو لا يقدم رقبته
للآخرين ويجي عيط في الآخر. اولا نشأت بيه التوعيه مهمه جدا جدا جدا. احنا دلوقتي خد بال حضرتك، احنا بنواجه ازمه حقيقيه. حضرتك لما بتلاقي بس شائعات او اكاذيب او افتراءات، ودي بتتم دلوقتي، بتلاقي المواطن بيروح مشيرها على صفحته، واللي من على صفحته يشيرها على صفحه الغير. انت بتشير ايه؟ انت بتضر امنك القومي، انت بتضر بلدك، انت بتشير شائعه. عشان كده بتلاقي الشير قد يصل الى مليون، الشير يصل الى 100,000، الشير يصل الى كذا. انت بتشير ايه؟ لابد قبل ما تشير حاجه تتاكد من صحه المعلومه من عدمها، هل هي صح ولا لا؟ للاسف الشديد احنا محتاجين توعيه ان خلال الفتره اللي جايه بقى، وانتوا عليكم دور كبير جدا. يعني انا النهارده طلبت مسانده الاعلام معانا في شرح تفاصيل المواد بخصوص هذا القانون، ويمكن انا احنا انتهينا خلاص على فكره من اللائحه التنفيذيه الخاصه بقانون تقنيه المعلومات ده بقى، اللي هيتنفذ خلاص خلال الاسابيع اللي جايه. لازم الناس تعرف، وخد بال حضرتك انا بدق ناقوس الخطر من برنامج حضرتك. القانون بقى يعني فور تنفيذه، احنا هنبدا في تنفيذه خلال شهر، قانون تقنيه المعلومات اللي هو مكافحه الجريمه الالكترونيه. انت هتلاقي كلام واقاويل وشائعات واكاذيب وافتراءات حول هذا القانون لا حصر له. هذا القانون بيواجه وبيكافح الجريمه الالكترونيه بكافه اشكالها وصورها. هذا القانون بيحمي بيانات المواطنين من الجريمه الالكترونيه. فلابد ان احنا كاعلام وسعادتك على صوت توضح ده للمشاهدين، لان المرحله اللي جايه مهمه جدا في التوعيه. التطبيقات يعني نشأت بين اللي بتنزل، اللي احنا في كلنا جميعا نعلم نحن حروب الجيل الرابع. صحيح. ضمن حروب الجيل الرابع التطبيقات اللي بتنزل للاطفال اللي فيها خطوره داهمه على اطفالنا واولادنا. صحيح. اللي فيها العاب فيها عنف شديد ايضا. قانون حمايه البيانات الشخصيه بيتناول هذا الملف على فكره، جزء كبير من اكثر من ماده بخصوص هذه الالعاب التطبيقات اللي موجوده. طيب سياده النائب، بالنسبه لقانون التجاره الالكترونيه ان شاء الله اللي مزمع يعني فتحه قريبا، مهم جدا. هل بيهدف الى تجفيف منابع التمويل للارهاب بشكل واشكال مستحدثه زي البيتكوين ما كنا قارين عنها من شويه؟ طبعا هذا القانون هو يعني لم يقدم من الحكومه حتى الان، يعني هو دلوقتي لسه في مجلس الدوله. انا انتظر طبعا ان هو هيوصل مجلس الوزراء، هيوصل من مجلس الوزراء يمكن نهايه هذا الشهر. الحقيقه مش واضح عندي ملامح القانون حتى هذه اللحظه، ولكن حزب مستقبل وطن قدم لنا مشروع قانون موجود عندنا احنا، هو خاص بالمعاملات الالكترونيه، وده اللي ان شاء الله بصدد مناقشته بعد الانتهاء من مناقشات مواد قانون حمايه البيانات الشخصيه.